بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. لقاء جديد وصفحات نقلبها معا، صفحات جديدة مرسوم ومكتوب فيها فعاليات مميزة لمهرجان مسقط، ودعوة لكم جميعا في صفحة من الصفحات فقط مكتوبة هذه الدعوة للجمهور العزيز، لأن لم يتبقى من المهرجان إلا خميس جمعة والسبت. السبت يسدى الستار على مهرجان مسقط في مختلف مواقعه وفعالياته بعد أن قضينا في ذلك اليوم يوم 11 حوالي 24 يوم من بداية مهرجان مسقط. اليوم يوم آخر، اليوم يوم مميز بحضور مجموعة كبيرة من الأسر من العوائل الأشقاء والأصدقاء. نتمنى للجميع متابعة طيبة وسعيدة. نمسي عليكم جميعا، وهذه الكاميرا وزملائنا انتشروا في مواقعهم وفي أماكنهم لنقل هذه الصورة للجمهور العزيز، بالإضافة إلى تحضيرنا لعدد من المقابلات وأيضا التجهيزات لأكثر من تقرير المهام. مساء الخير. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، وحياكم متابعينا في هذا اللقاء الذي يتجدد بمتابعتكم أنتم وبفقراتنا ووقفاتنا هنا في برنامج هلا مسقط. وفي العامل الرئيسي هو فعاليات مهرجان مسقط لعام 2017، مثل ما تفضل أستاذ خالد، 3 أيام متبقية لإسداء الستار على فعاليات مهرجان مسقط 2017 والذي كان شعاره لنحتفل بعمان. 3 أيام من الحراك المنوع المميز بفعالياته، سواء كانت ترفيهية، توعوية، ثقافية، رياضية، وكل ما هو مميز لجذب انتباه هذا الجمهور الجميل. مثل ما ملاحظين وأيضا كاميرات البرنامج اللي تنقل لكم بالصوت والصورة، حركة جميلة جدا، عدد كبير من توافد الجمهور على مواقع المهرجان، سواء كان في متنزه العامرات أم في متنزه النسيم. متابعينا مشوارنا يبدأ بعد هذا الفاصل، وأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم جميعا في يوم آخر في صفحات جديدة في هلا مسقط. خلينا بس نتذكر ببعض ونذكر المشاهدين، أقيمت اليوم في ركن النادي الثقافي ورشة الطفل المبدع فكريا وثقافيا بالتعاون مع فريق رسالتي في الحياة بمتنزه العامرات. مثل ما نذكر لكم دائما بأن نصيب الطفل نصيب كبير في مهرجان مسقط. وأيضا انطلقت حملة التوعية حول مقاومة المضادات الحيوية اليوم بمتنزه النسيم من الساعة 6 مساء وتستمر حتى الساعة 10. وأيضا نذكركم متابعينا بالحدث الرياضي السنوي طواف عمان الذي ينطلق في 14 من فبراير وحتى 19 من فبراير على مدار 6 أيام. تمام، حدث عندنا أكثر سنوي. ممتاز. أكيد. وهذا نعم. حدث ينتظر كثير من الناس وكان فيه تساؤلات عنا. نشوف زملائنا وبعدين احنا بنستعرض بعض التفاصيل او بعض الاخبار الاخرى. الكل متاهب وجاهز، وهناك البدايه مع مهري محمد المهري الحاضر الغايب امس. مساء الخير. مساء الخير، مساء الورد، مساء هذا الاحساس وهذه الاجواء الشتويه.
أستاذ خالد، مساء الخير للمها وكل أيضا الزملاء والمشاهدين الكرام. هذه الأمسية من أمسيات مهرجان مسقط. اليوم الأجواء مثل ما تشوفون أيضا في خلفية الشاشة، هناك كثير من الزوار الذين يفيدون أيضا إلى هنا متنزه العامرات للاستفادة من هذه الفعاليات، قضاء أوقات ممتعة، اللحاق هكذا على هذه الأيام القليلة المتبقية. نتمنى أن نكون في سبلة المهرجان محور من محاور صفحات مهرجان مسقط التي نقلبها مثل ما يقول الأستاذ خالد معكم إلى يوم السبت القادم. اليوم إن شاء الله سنتعرف من خلالكم على المكتبة العمانية، ثم سنتعرف على المقومات السياحية لهذه الولاية، ولاية العامرات التي تحتضن هذه الفعاليات. فقط تفضلوا بالبقاء معنا. حياك الله محمد المهري، واكيد سبلتك كانت طيلة فترة المهرجان تشع بالحوارات الجميلة والثقافية وايضا كل ما يتعلق بالقرية التراثية وغيره. اذا راح نرجع لك اكيد في قادم الاوقات، واكيد محضر لنا كذا وجبة دسمة مثل ما عودنا. ننتقل ايضا الى عالم اخر من البراءة والطفولة مع مريم الفارسية. حياك الله واهلا وسهلا بك يا مريم. أهلا بك جميلة المها، أهلا بالأستاذ الجميل دائما بإطلالته أيضا وبكلماته المعبرة الأستاذ خالد، وأيضا بكل الزملاء أينما كانوا يعطون برنامج هلا مسقط المعلومات، وأيضا نقل المناشط والمحافل المختلفة في مهرجان مسقط لهذا العام. كعادتي متواجدة في قرية الطفل الزاخرة بالجديد والفريد للأطفال في شتى المناشط تنوعة، واليوم ستكون أيضا لإطلالة على النادي الثقافي لتغطية فعالية فريق رسالتي في الحياة أو لحياتي رسالة أيضا في الفعالية التي تقام للأطفال بهدف تعزيزهم فكريا وإبداعيا بمناشط مختلفة وفق دراسات أيضا ووفق أيضا تفاعل جميل جدا. أنا أشهد تفاعل أيضا مستمر من الزوار وأيضا من صغارهم كما أشهد الآن، وتشهد سماء متنزه العامرات وقت الألعاب النارية التي ما تأخذ عين الصغير والكبير في مشهد إلهامي رائع ومتنوع مع ألوان وأشكال خلابة قد تخلق الإلهام لمجال آخر. أعود لكم وأترك المساحة للمشاهد لمشاهدة هذه الألعاب. شكرا مريم، ونهايتها كانت مع بداية الألعاب النارية في حديقة في متنزه العامرات، وهناك أيضا في النسيم البداية، نفس البداية للألعاب النارية. هل محمد وصلت لنا الأصوات؟ ما وصلت لنا الأصوات. محمد سعدون مساء الخير. مساء النور والسرور أستاذ خالد، ومساء الخير للمها ولكل الزملاء. الأصوات واصلة وبالدقيقة والثانية الألعاب النارية لتتوقف الحركة وتتلون السماء بالألعاب النارية. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعون عبر تلفزيون سلطنة عمان. رحلة جديدة هلا مسقط في ليالي المهرجان، مهرجان مسقط 2017، لنحتفل بعمان. هذه ورود الشوق تقول أهلين وتردها عمان بالقلب وللعين، للي لفانا وقاصد لقانا يا مرحبا وحيا. أنا ضعت الكلمات، هذه من الأعمال الجميلة التي تغنت وتعلقت بذاكرة المهرجان في السنوات الأخيرة. فعاليات كثيرة ومختلفة ومتنوعة لكل الزوار، زوار متنزه النسيم وزوار العامرات. هناك الكثير من الفعاليات، هناك فعاليات ثابتة وفعاليات جديدة ومتجددة لإرضاء الزوار والتي تناسب كل الفئات العمرية وكل شرائح المجتمع. الحراك جميل، هناك حركة في الأيام الأخيرة، والعد التنازلي بدأ لختام فعاليات مهرجان مسقط لهذا العام والذي سيزدل الستار عليه في 11 من فبراير يوم السبت. اليوم رحلة جديدة ومساء جديد ومختلف، ومع جمال الألعاب النارية هناك الكل يشاهد وبالذكريات تعود إلى جمال هذه الألعاب النارية. هلا مسقط حتى 10 مساء، فأهلا بكم جميعا. أصحاب الفضيلة
بحروف القماني من مرسلة للعاص والحكم دليلة. أسعد الله مساكم متابعينا الكرام. اليوم نحن هنا متواجدين في البيئة البحرية بمتنزه العامرات، طبعا هي أحد الأركان المتواجدة في مهرجان مسقط 2017. نتعرف أكثر عن الأركان الموجودة في البيئة البحرية، تابعونا. إذن أعزائنا المشاهدين، للحديث أكثر عن الألعاب الشعبية البحرية طبعا اللي يمارسونها البحارة حول أو على الشاطئ البحر أثناء جلوسهم هنا، يتواجد معنا الفاضل عبد الله بن خميس البلوشي. مساك الله بالخير أخ عبد الله. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين. أخ عبد الله، لو نتحدث عن الألعاب الشعبية اللي تمارسونها أنتم على شواطئ البحر. والله الألعاب اللي يمارسوها الشباب سابقا منها طبعا لعبة الحواليس، ومنها لعبة شد الحبل، ومنها لعبة وسحبة أو سحبة، مجموعة من الشباب يعني فريقين. أيضا لعبة رمي قطعة أو حصاة زين في مسافة معينة، والشباب ينطلقوا للبحث عن تلك الحصاة في أي عمق كان، يعني اللي يحصل على الحصاة ذيك يفوز. كذلك لعبة شد الحبل، لعبة البر اللي هي شبيهة بالشطرنج، لعبة يسموها في بعض المناطق الشال، واللي هي القفز على رجل واحدة زين، وتكون من فريقين، وكل فريق يحاول أيضا لإسقاط الفريق الآخر، أو يعني بمجرد أنه يسقط رجله يكون اللاعب لامسة رجله الأرض ويخرج خارج اللعبة. أخ عبد الله، لو نتحدث، أنتوا في البحر تمارسون هذه الألعاب، هل لكم وقت معين أنكم تمارسون فيه هذه الألعاب، أما فقط إذا تجمعتوا أنتوا الشباب أول والحين تجمعتوا على البحر تمارسون اللعبة؟ أكيد أكيد، طبعا في وقت الصباح سابقا كان الأولاد يذهبوا إلى الشاطئ اللي ينتظروا مثلا آبائهم أثناء قدومهم من البحر، وحتى لا يملوا من الجلوس يلجأوا إلى عدة ألعاب. تحدث على المشاهدين الكرام عن صناعة الليخ، وكيف تصنعون الليخ؟ والله هذا الليخ أول شيء نعقل البحر، والأسماك اللي تشرخ الليخ نصلحه، نروبة ما نخلي يعني الأسماك تطلع من الليخ. كم تجلسوا وأنتوا تخدمون الليخ؟ كم يصير لكم، كم تجلسوا وأنتوا المدة اللي تأخذونها على أساس أنكم تصنعوا هذا الليخ؟ والله ثلاث أيام، ثلاث أيام عشان يكون الروبة ضياع اللي في الليخ. هي الروبة ما نخلي يعني الأسماك تطلع من الليخ. شوف هذه الأسماك الروبة هذا، شوف هذا تستخدموه للأسماك الكبيرة والأسماك صغيرة، ولا حال كل شيء؟ لا حال كبيرة، حال جيذر، حال كنعد، حال خم، حال ميخ. لازم يكون نسكره، شوف لازم يكون نسكره، نروبة نسكره ما يطلع الأسماك من الشرخ. لازم تكون سكره، شوف هذا نروبه، شوف لازم يكون سكره لاقيه بربع نفس الشيء نخليه. شوف كم يجلس الليخ عندكم في البحر؟ هو داخل البحر كم يجلس؟ والله كان اول منصب نخلي اسبوع كامل ان شاء الله. ايوه ندفر له ونشيل منه الرزق ويبقى مكانه، والحين لا شغله هيال، ندفر من ساعه من المغرب على الصباح، ونشيل الصبح نخرج من الرزق اللي كان في الليخ من ساعة 7 إلى ساعة 9، من ساعة 9 نحصل من الرزق نخليه في الأقارب
نرد اللياق مرة ثانية على الصباح. نحدث مشاهدينا شيء منهم ما يعرفون كيف يستخرج الملح من البحر، لو انت تحدث عن هذا الموضوع شوي. ان شاء الله نعم، ويعملوا يقطعوا حيضان، والحيضان هن سطر بسطر هلين بلينا، فبعد في الحيضان هذاك متواجده مايه بحريه، وهو كان المقطع هذا خور الملح مجاور البحر. الماية البحرية الذي هي متواجدة في الحوض هي اللي تبخر وتقف ملح. نعم، في وقت الصيف مثمورة ومنتوجة بزيادة، في الأسبوع يمكن 3 مرات 2 مرات، وفي وقت الشتاء شوية بطيء. أخ صالح، لو نتكلم عن إنكم أنتوا تورثون هذا الشيء طبعاً من الأجداد، من الوالد تورثوه، بعدين إنكم تستخرجون هذا الملح. والله أنا هذه الشغلة تعلمتها عند الوالد، وانزين والآن عندي أولاد وأعلم أولادي هي هذه الشغلة. ما شاء الله. الحمد لله. صقر سراب لا نعت ودلالة، تويح على صوب السهيل وقسمها، لأن ويهت فؤاد المسيدة زاد الهي انكرس وخزمها، عذروب سمحه من العصا ينسلي، لأن غرب الشابك وطاح الطلي. مشاهدينا الكرام، طبعا هذه هي كانت تفاصيل البيئة البحرية المتواجدة هنا في متنزه العامرات مهرجان مسقط 2017 لنحتفل بعمان. شكرا محمد الخصيبي على هذا التقرير، واللي كان فيه حديث بسيط عن الألعاب العمانية. أتوقع أنه مرتبط الآن موضوعنا على طار الألعاب، دائما مسمى المهرجان مرتبط أيضا بالألعاب الكهربائية. حتى لما نروح في منطقة الألعاب نلاحظ الازدحام الكبير من مختلف فئات الأعمار، الشباب، الأطفال، الأولاد، البنات، كلهم يحبوا يجربوا الألعاب لأنها دائما مصدر للبهجة طبعا. وأكيد هذه الألعاب فيها مساهمة خاصة من القطاع الخاص، والقطاع الخاص مساهم ومشارك بفعالية الحقيقة في كل دورات مهرجان مسقط، وحاضر بقوة، والمساحة أيضا متاحة. ومثل ما تعرفنا حتى في الحلقات الماضية أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا لهم مساحتهم في مهرجان مسقط. خلينا نتكلم عن ركن كثير مهم وجذاب أيضا لكثير من العوائل والأطفال والصغار والكبار، الأطفال، جناح الأطفال. ونتكلم أيضا عن لحظة حاسمة كل يوم الساعة 8:30 إن كان في متنزه العامرات أو في النسيم الألعاب النارية. معنا أستاذ زكريا بن سعيد الغساني، مدير عام شركة، وش اسم شركتك أنت؟ سيرا بيس، قلنا لك غيرة من زمان بزيك. مساء الخير أستاذ زكريا. يا أهلا وسهلا محمد، منورين في مهرجان مسقط كعادتك. النور نوركم طال عمرك. أهلا وسهلا بك. نتكلم عن المشاركة بشكل عام وبعدين ندخل في بعض الخصوصيات. كيف شايف مشاركتك، مشاركة القطاع الخاص، مساهمتكم أيضا مع مهرجان مسقط؟ والله نحن كجزء الألعاب الكهربائية يعتبر شريك استراتيجي مع المهرجان مسقط أو صلالة، لكون هذه الفعالية هي مهمة وأساسية في أي مهرجان بصفة عامة. طبعا طبعا مشاركتنا في مهرجان مسقط السنة هذا، رفدنا مهرجان مسقط في الموقعين بأكثر من 55 لعبة لكافة المراحل العمرية، فيها طبعا للأسر يعني للألعاب العائلية يسموها، في هناك الألعاب الخاصة بالأطفال بكافة مراحلهم العمرية، وألعاب الإثارة والمغامرة اللي هي معنية بالشباب، وأيضا لكل من هو يعني حاب للمغامرة وعنده القوة على يعني اعتلاء هذه الألعاب. بس ما بهذه الدرجة يعني، ما الألعاب اللي أحيانا مخيفة والواحد بحالة رعب وهو قاعد يلعب؟ لا لا، فيه والله أي فيه عندكم هني؟ بالنسيم
في اللي هي الكرة سنجل شوت كأنك تنطلق إلى الفضاء يعني. أوف. بحبال مربوطة يعني. بس هذه اللي عمر معين ما لي أي. أيوة طبعا عمر معين وأيضا في هناك شروط الأمن والسلامة ما يكون عنده ضغط أحسن. عنده قلب يعني كل المواصفات يعني الألعاب هي بصفة عامة عنصر الأمن والسلامة أساسي يعني في هذه النقطة. حتى لاحظنا الحين لقطاته أيضا هذا التصوير الجوي ينقل منطقة الألعاب ومثل ما نلاحظ أنه توافد كبير من الجمهور وزوار المهرجان عليه. طيب أكيد هذه الألعاب الكهربائية موجودة في متنزه العامرات ومتنزه النسيم، كم عدد الألعاب في متنزه العامرات ومتنزه النسيم؟ أتوقع في متنزه النسيم أكثر بحكم المساحة. طبعا حدود 34-35 لعبة في النسيم. نعم. العامرات 21. 21 لعبة منوعة. كيف يكون التقييم عادة؟ أنت شاركت خلال المهرجانات السابقة وأكيد سمعت ردة الفعل أو ربما تقييم خاص بمتابعة الناس أو ملاحظاتهم أو كذا، إيش اللي استجد هذا العام تحديدا؟ والله نحن كل سنة طبعا نرفض بألعاب جديدة إضافة يكون في تغيير سنوي، يعني نوع من التغيير للناس ويكون في إضافة الجديد، لكن الناس طبعا يتكلموا عن الاسعار، يتكلموا عن هذا بصفه عامه، رغم انه نحن ما عدلنا الاسعار من السنوات، رغم انه هي معظم الالعاب تلعب يعني يتم تشغيلها بالمحروقات ايضا. والارتفاع الذي طرا على جانب المحروقات ايضا يؤثر ايضا، هذا مجموعه كبيره يعني من الالعاب اللي هي من لا شيء تجي مفككه وتجمع، في تكلفة التشغيل والتسكين. أن لا يكون في هناك مبالغة أيضا. لا لا ما في مبالغة. ما يكون هناك مبالغة أو أحيانا نعلق شيء على حساب شيء، يعني أسرة جاية معها عدد من الأطفال، يعني أقل أسرة عندنا بين 6-5 كل واحد يبي يلعب، ففي إشكالية لو طلع ودافع هذاك المبلغ يعني. هو مو إشكالية أيضا، نحن بندفع للبلدية إيجار، نتكلم بشفافية. ضريبة البلدية ايضا هناك، نحن نرفض موظفين عمانيين تقريبا يصل احيانا ل 100 عقود مؤقته من العمانيين، وهذا كلها تكاليف تشغيل اضافيه. فالمساله بالعكس نحن كاسعار ما زودنا يعني، نحن مستعدين نكون شركاء اساسيين ونخفض الاسعار. انتم شركاء اساسيين، تسقط الايجارات، تسقط الضرائب. شركاء اساسيين اساسا يعني قائم المهرجان بتفاعل وبوجود ايضا القطاع الخاص. مثل ما قلت انه هذا يعني مساهمه من القطاع الخاص، ونلاحظ انه القطاع الخاص والقطاع الحكومي دائما ما يتساهموا ويتعاونوا مع بعض للرقي بهذه المهرجانات، فلو نتحدث عن وجهه رايك او وجهه نظرك بهذا التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. والله انا نتكلم بغيته بشفافيه ولا بغيتونا نتكلم يعني بصفه عامه يعني؟ خلينا بشفافيه ونتكلم بصوره عامه ونتكلم عن هذه الشراكه وهذه التوأمه يعني بين القطاعين. المفترض انه نحن طبعا قبل ما يتم ان كان هنا او في صاله، قبل ما يتم تتم طبعا البلديه تريد ايراد اكبر، الجهه المنظمه تريد ايراد اكبر ايرادها، نحن ايضا نحاول نقلل انه نعرف حجم المصاريف. هي ايضا هذا الجانب لا تنسى انت عندك يعني في ناس مستثمرين قائمين في هذا الجانب، عندك موظفين وتشتغل ويجوك واحد ما عنده شركه، يجي عنده شركه من برا وقرد يعني يعطل عليك انت كمستثمر عماني، بالنهايه انت تضطر تتماشى مع هذه الاسعار اللي ربما لا تكون خيال ويكون انعكاسها سلبي ايضا على بيع للمستهلك. فنحن نريد يا ريت يكون في تقييم، نحن مستعدين للتعاون مع الجهات الرسميه وهذا نقطه مهمه. وانتم تعاونكم كبير اساسا، وتعاوننا كبير من اليوم وامس يعني، وانا اتكلم عن المهرجانات تحديدا، احنا مؤسسين معهم، مؤسسين مهرجان صلاله صحيح، شاركنا في تاسيس مهرجان مسقط من بداياته ونعتبر نفسنا جزء، لكن يظل يقول لك نحن نخضع للقوانين فنحن بالفعل الناس شكواها كله على الاسعار، لكن والله نحن مقبرين، وبالعكس نحن ما زدنا عدد الاسعار يعني، رغم انه كنا مقررين انه نرفع الاسعار، لكن نتيجه للظروف الحاليه قلنا نبقى اللي قمنا الله حياه الله يعني. لا هي المشاركه مشاركه جيده الحقيقه ومحتاجه يعني، يمكن انت تتكلم عن نقطه كثير هامه، وانا اعرف ان انا اتوقع انكم دائما في لقاء، وانا اتمنى ان بعد نهايه اي مهرجان يكون هذا اللقاء اللي فيه احيانا الصراحه، احيانا تحط النقاط على الحروف لمصلحه
المهرجانين الحقيقه، ونتكلم عن المهرجانين والمصلحه العامه المشتركه يعني. هي الاهم اليوم. نعم اليوم نحن عندك مثلا في القطاعات، لما نحن نرفع الايجارات على قطاع المعارض مثلا، المعارض هذا او نترك مجال انه الناس تتنافس، لازم يكون منطقي كاسعار، لانه هذا السلعه اللي بريال بتصير بثلاثة ريال، بتاثر على المستهلك الاساسي. صحيح نعم. فهني المفروض انه يكون بالفعل، انه خصوصا انه يكون في نظره واعاده تقييم ايش السلبيات ايش الايجابيات، المفروض بخلاصه تخدم كل الاطراف. نعم. ونحن بس نحب ابو محمد ناكد على شيء، عنصر الامن والسلامه عندنا مهم جدا. اي طبعا. ونحن ايضا هذا بيشرف عليه المختصين بشرطه عمان السلطانيه جزاهم الله الخير، ايضا تقنيه الالعاب هي ايضا فيها السيفتي الدولي، يعني حتى لو وقفت وقطع الكرفو تنزل يعني بالضغط الهوائي، يعني هذا الجانب مهم جدا يعني. وشبابكم موجودين اساسا حوالين الالعاب وفي مراعاه، بالعكس مشاركه شباب عماني، نحن اقول لك نوصل احيانا الى 100 فرد عقود معهم. وانا اعرفك استاذ زكريا من الناس الداعمين حقيقه للشباب العماني، وهو يؤكد على هذه المساله ان معه في شركته عدد كبير من الشباب. صحيح. اليوم بالنسبه لمهرجان مسقط، هل استعنت باسماء جديده بكوادر جديده؟ نعم. عندنا مجموعه من الشباب، بالعكس نحن من الشباب حتى في مجال القطاعات المختلفه يتدربوا ويطلعوا، اصبح يريد يعمل بزنس لحاله، اصبح مؤهل ونرفضه نحن. ما يمنع صحيح. ونحن ما نقول انه هذا منافس، نرفضه باللي نقدر نحن نساعد به يعني. جيد. بالنهايه السوق مفتوح. صحيح. نطلع شوي عن موضوع هذه المساهمه في القطاع الخاص والالعاب الكهربائيه، او سواء المشاركه الخاصه لشركه سيرابيس، اهميه الترويج والتسويق لهذه المحافل وهذه الشراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وخصوصا استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، أهمية ذلك. والله هذا مهم جدا. طبعا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت في نقلة نوعية يعني تسابق الزمن. نعم. ورغم أنه الكل نحن كنا نتمنى أن يكون مهرجان مسقط بكل أنه يكون في ترويج بصورة أكبر، يعني لأنه في كثير ناس نقدهم يقول لك هل في مهرجان، هل في، فالمفترض انه هذا اللي تم الاعداد بصوره عامه. نفس الشيء مهرجان صلاله، نحن اللي ما ياخذ يعني مفروض تكون شراكه ما بين حتى وزاره السياحه، ما في مش مجرد انه بس انا اكون مجرد راعي يعني بمبلغ معين واكون مؤسسه، اليوم اصبح اليوم تسوق نفسك يجب ان تكون بصوره اكبر يعني. والتسويق ليس لمهرجان بعينه بقدر ما هو لعمان، يعني الترويج لعمان. لعمان وعمان اليوم يعني نروجها سياحيا، نروجها اقتصاديا، استثمار وغيرها من هذه المجالات. أيوة. انا اتفق معك ان احنا محتاجين يعني ربما نقله نوعيه في قضيه الاعلان والترويج عن انفسنا والترويج. صحيح. نعم اليوم في جهود لأكثر من جهة، كانت بلدية مسقط أو بلدية ظفار أو وزارة السياحة أو التجارة أو غيرها من هذه الجهات، لكن نظرتك نحن محتاجين أيضا ترى دوركم أنتم في القطاع الخاص لهذا الترويج. نحن يعني عندنا ما أيضا ما شاء الله على جهة دون جهة. نعم. نحن ما شاء الله حتى الزوار بنفسهم كل واحد يصور والسيلفي وينشر، يعني اليوم أصبح في شركاء في الترويج. صحيح. ولكن هذا لا يعفي دور الدولة أنها تقوم بدورها يعني. وهذا قائم، هذا قائم متعارف. نعم. سألتني عن الألعاب النارية ودورها. إيه. على السريع أستاذ زكريا. أيوة نحن بقول لك الناس اللي يغفلوا، نحن الخمس دقائق اللي بتشوفوها ناس يشتغلوا من 5 صباحا. الله. من الشرطة اللي هي متمثلة في إدارة المتفجرات، ومن الطاقم الفني اللي عندنا من مهندسين والمتابعين، والله من 5 صباحا عشان يطلقوا الخمس دقائق اللي موجودة من تسليك من بس تعملوا جو بأمانة. ها؟ تعملوا جو. على فكرة بس ناس كثير ما يعرفوا هذا البورد. أهل العامرات، أهل العامرات أو اللي قريبين من النسيم يقول لك إحنا لحظة انطلاق الألعاب النارية اللي يطلع على السطح أو اللي يطلع خارج البيت أو يطلع في سيارته بس عشان يستمتعوا بالخمس دقائق. صحيح. فجهدكم واضح الحقيقة للكل. نتمنى يكون يعني بقدر الإمكان حرصنا على تشكيلات جديدة واللي تعطي نوع من البهجة وترسم الابتسامة على الزوار والمتابعين. هذا اللي نسعى له جميعا، رسم الابتسامة على شفاه الجميع. أستاذ زكريا بن سعيد الغساني مدير عام شركة سيرابيس، من الأسماء المعروفة محليا. صحيح.
هي الاسم التاريخي لجزيرة مصيرة. بالضبط لجزيرة مصيرة. أنا مزحت معك بس ديك الساعة لأنه من الأسماء الغير متداولة، بس هو اسم عماني لهذه الجزيرة الرائعة حقيقة. صحيح. اللي نوجه تحية لأهلها. شكرا جزيلا أستاذ زكريا. أعطاكم الله. شكرا جزيلا. وإذا متابعينا أيضا نحن نتمنى لكم كل المتعة وين؟ في مدينة الألعاب الكهربائية، وأيضا في عند مشاهدة الألعاب النارية الساعة 8:30. ننتقل من هذا الحديث وإلى محمد المهري وسبلته ونشوف شو محضر الحين. يا محمد حياك الله من إيدي. مساء الخير المها، مساء الخير لكل المشاهدين والمتابعين والزائرين أيضا لفعاليات ومناشط مهرجان مسقط. يعني عندما نتحدث عن مهرجان مسقط بهذه التفاصيل المختلفة، أو كعادة كل المهرجانات، يجب أن يكون هناك التركيز على الحراك الثقافي. الفعاليات الثقافية التي أرادتها اللجنة أن تكون من ضمن الزوايا الهامة جدا أيضا للمثقف العماني، سواء كان من خلال الندوات الشعرية أو الثقافية أو القراءات في كثير من الروايات والكتب، هي حاضرة أكيد وبقوة في مهرجان مسقط. اليوم في المكتبة في سبلة المهرجان نتحدث عن المكتبة العمانية، نتحدث بداية عن الحراك الثقافي، ماذا يشكل أيضا وكيف يساهم في نشر المعرفة، ثم نتحدث عن المكتبة العمانية كرافد أيضا للثقافة المجتمعية، ثم أبرز المكتبات العامة والخاصة. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيفي الأستاذ حمود بن محمد بن رشيد البوسعيدي، رئيس قسم تسويق المعلومات بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابو. أستاذ حمود مساء الخير. مساء النور أستاذ محمد، ونشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. أستاذ حمود، الحراك الثقافي، الفعاليات الثقافية المتنوعة هنا في مهرجان مسقط، دورها أيضا في نشر المعرفة. مما لا شك أن المهرجانات هي فرصة جيدة لنشر المعرفة، لأن المهرجان يحضره عدد كبير ومتنوع من مختلف الأطياف، من الصغار والكبار، من المثقفين، وبالتالي هم يريدوا أن يشبعوا هذا النهم من في مختلف الأعمال، فهم يأتون للإحساس بالتراث العماني والإحساس أيضا بالحراك الثقافي كالندوات والمسرحيات والأشياء التي ترتبط بالتراث العماني. طيب المكتبات العمانية أستاذ حمود، عندما نتحدث عن المكتبة العمانية، المكتبة العمانية لها تاريخها ولها أيضا تفاصيلها ودورها أكيد أيضا في الثقافة المجتمعية. وطبعا اليوم عندما نتكلم عن المكتبة فقط استثناء ترجمة أيضا ترجمة البلد للاهتمام بالمثقفين، تم افتتاح صباح اليوم الأربعاء ندوة الاحتفاء بالعلامة نور الدين السالم التي تنظمها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بقاعة المحاضرات في جامعة السلطان قابوس الأكبر، بالتنسيق مع مكتبة السالمي طبعا الأهلية في ولاية بادية. نور الدين السالمي أحد الشخصيات العمانية المدرجة ضمن برنامج اليونسكو للاحتفال بالذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميا. إذا كان علماءنا يؤثرون على مستوى العالم، فهي أكيد بجهودهم وكتاباتهم. العلامة نور الدين السالمي أيقونة أيضا في التاريخ العماني على المستوى التأليف وعلى مستوى التاريخ وكثير من المؤلفات. نتحدث عن المكتبة العمانية أستاذ حمود. باري أذي بدء، نود أن نقول أن المكتبة ما كانت لتكون لولا أن سبقها حراك ثقافي، سبقها اهتمام. الحضارات القديمة كالفرعونية والأشورية والبابلية، وجاءت بعدها الصينية، ثم الحضارة الإسلامية، العصور الوسطى عفوا، ثم الحضارة الإسلامية المجيدة. كل هذه المؤثرات الثقافية كان لابد أن توضع في مكتبات حتى يمكن الاستفادة منها، وبالتالي كان هناك أيضا وبالتالي كانت المكتبة العمانية. كانت المكتبة العمانية. إذن عندما نتكلم عن المكتبات لابد أن نعرف أن ما تم تدوينه، القدماء المصريين كانوا يقولوا ما لم يدون فهو غير موجود. وبالتالي والدين الإسلامي دين يحث على العلم والمعرفة، فنشأت والتوثيق. وبالتالي نشأت المكتبات في حضن القصور والمساجد، ووجدنا كثيرا من المكتبات العمانية تنشأ في سبل عمان ومجالسها، إضافة إلى مدارسها، وأيضا تنشأ في حصونها. فإذا ذكرنا مثلا مكتبة حصن جبرين، وجدنا أن هذه كانت مدرسة فقهية ومدرسة تراثية أيضا، خرج منها علماء. هؤلاء العلماء أسهموا بكتبهم كالعلامة الشيخ خالد بن سنان الغافري والشيخ السعدي وغيرهم من العلماء الكبار،
هؤلاء العلماء ظهروا ورفدوا هذه المكتبات، وبالتالي ظهرت المكتبات وكان لها وجودها الطيب. طيب بما أن ذكرنا المكتبات أستاذ حمود، أكيد المكتبات هناك من المكتبات العامة كمكتبة المكتبة الرئيسية بجامعة سلطان قابوس بأمانة، مكتبة يعني الدراسات العمانية بتفاصيلها وعناوينها، المخطوطات أيضا المتواجدة، أبرز المكتبات العامة والخاصة على مستوى السلطنة. بالنسبة للمكتبات الخاصة، إذا ذكرنا التطور التاريخي للمكتبات فلا بد أن تكون المكتبة الخاصة أسبق، لأن عادة الأشخاص والملوك والحكام والوزراء والأشخاص والعلماء أيضا والعلماء كانت لهم مكتباتهم، وبالتالي فهي أكثر انتشارا، المكتبات الخاصة أكثر انتشارا. فإذا ذكرنا المكتبات الخاصة لا يندر أن لا نجد علماء في هذه الأرض الطيبة التي أخرجت العلماء أن لا يكون لديه مكتبة من هذه المكتبات. طيب نعم. عفوا فقط أستاذ حمود، بما أنه الحديث عن المكتبة له شجون، أكيد نحن لازلنا متواصلين مشاهدين الكرام، لازلنا معكم مع المكتبة العمانية. بما أنه الحديث والحراك ثقافة هذه الفنون أيضا العمانية، هذه الأيقونة أيضا الحاضرة هنا في فعالات ومناشط مهرجان مسقط، نتابع معكم هذه الفنون العمانية ولا نعود والحديث عن المكتبة العمانية. تابعوا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة. أسلمكم رسالة من سلطان قابوس جلالة الدرجة الأولى، تقديرا من جلالة الدور الكبير ومساهمتكم الفعالة في المسيرة تطبع على المستوى العام. جلالة السلطان المعظم يمنح وسام السلطان قابوس من الدرجة الأولى للبروفيسور السير مجدي حبيب يعقوب. معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني يكرم أعضاء المجلس البلدي لمحافظة مسقط للفترة الأولى. ضمن برنامج اليونسكو للاحتفال بالشخصيات المؤثرة عالميا، ندوة علمية في مسقط تحتفي بالعلامة العماني نور الدين السالمي. مجلس الشورى يقر مشروع قانون التراث الثقافي ويبقي على رأيه في قانون المستحضرات البيطرية. خطة لإنشاء منطقة صناعية بمحافظة جنوب الباطنة. الجيش التركي يعلن سيطرته على تلال استراتيجية في مدينة الباب شمال سوريا. بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الصومال، والرئيس حسن شيخ محمود يتقدم في الجولة الأولى. نهاية العناوين مشاهدينا، نلتقيكم تمام العاشرة في نشرة مفصلة، إلى اللقاء. إذن مشاهدينا الكرام، ربما شاهدوا هذا الفاصل الفني التراثي الجميل مع هذه الفنون التي تجسد حتى في كلماتها كتابة التاريخ بتفاصيل ومفردات عمانية جميلة. أيضا ننتقل هكذا كل مرة من رحيق إلى رحيق آخر هنا في فعاليات متنوعة. لازلنا معكم والحديث عن المكتبة العمانية، لازلنا
والحديث عن هذا الرفض المجتمعي. لازلنا ما حديث القراءة، هذه القراءة التي أصبحت لله الحمد تأخذ مساحة كبيرة في السلطنة. أستاذ حمود، كنا متوقفين قبل الفاصل عن الأنواع، أنواع أو أهم المكتبات الخاصة والعامة. تفضل. بالنسبة للمكتبات، المكتبة الخاصة أو ما تسمى بالمكتبة مكتبة الأشخاص الشخصية، نعم، مكتبة الأشخاص ومكتبة الأسر، هذه كلها تسمى مكتبات خاصة. وهذه المكتبة الخاصة مما يتفاخر بها الناس، يتفاخر بها الشعراء والأدباء والعلماء والملوك والأعيان، يتفاخرون بأن لديهم مكتبات خاصة. أهمها أستاذ حمود، أهم المكتبات الخاصة هي قلنا إنما أن تكون خاصة لأفراد، وإما أن تكون لعوائل أو أسر عمانية. نعم. من ضمن المكتبات التي اشتهرت في عمان المكتبة الشيخ خلف بن سنان الغافري. هذا الشيخ العالم هو من خريجي مدرسة جبرين، وكان رجلا يحب الكتب، وله مكتبة شهيرة وذكر فيها أبيات سطرت نسمع بيتين. نعم. يقول فيها الشيخ: لنا كتب في كل فن كأنها جنان بها من كل ما تشتهي النفس، الله جرى حبها مني ومن كل عالم ذكي الحجى والفهم حيث جرى النفس، فلا أبتغي ما عشت خلا مؤانسا سواها فنعم الخل لي وهي الأنس. الله الله، وكان يرتاح إليها. وهكذا ربما ترجم أيضا لخير جليس في الزمان كتاب. هذه المؤانسة عندما تكون مع المفردة وعندما تكون مع المعلومة، وهذا الكتاب الذي وإن احتضنته لا يمكن بأي حال من الأحوال ألا تكون هناك أن يكون هناك، يجب أن يكون هناك أيضا مرتبط بالوفاء. طيب أيضا لضيق الوقت أستاذ حمود، أخيرا المكتبات، أبرز المكتبات العامة بالنسبة لعمان، أجري حصر حسب الاطلاع عليه من موسوعة عمان أو الموسوعة العمانية، بلغ عدد الكتب العامة في 49 مكتبة، هذا في 2009. هذه المكتبات العامة والأهلية، المكتبات العامة والأهلية هي تحت، إما أن تكون تحت إشراف حكومي كما هو الحاصل في بعض المكتبات، وإما أن تكون تحت إشراف مؤسسة أو إشراف مكتبات أهلية. طيب إذن نكتفي بهذا القدر عشان أيضا نعمل نوع من التشويق سيد حمود لمن يتابعنا، إذا أراد أن يبحر في هذه المعلومة فعليه مباشرة الرجوع إلى الموسوعة العمانية أيضا للاستزادة والتعريف أيضا بكثير من الفعاليات الثقافية، كل ما يعني السلطنة هو متواجد في الموسوعة العمانية. وبأمان أيضا المكتبة الرئيسية لجامعة سلطان قابوس تفتح أيضا أبوابها سواء كان لمنتسبي الجامعة من الطلاب والأكاديميين وأيضا للمجتمع في فترات حتى يوم السبت، وهي أيضا يوم إجازة المكتبة أيضا فاتح أبوابها من الصباح إلى الفترة المسائية. إذن نشكرك الأستاذ حمود بن محمد بن رشيد البوسعيدي رئيس قسم تسويق المعلومات، والقسم جدا جميل ومصطلح جدا حلو أن يكون هناك تسويق للمعلومات بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، كان معنا والحديث عن المكتبة العمانية، هذه المكتبة التي نتمنى أن يستفيد منها هؤلاء الأجيال ليعرفوا هذه القيمة الحضارية والثقافية لهذا البلد. شكرا أستاذ حمود. شكرا لكم أستاذ محمد. شكراً. ونتمنى إن شاء الله أن تصل رسالة إن شاء المكتبات الله. إن شاء الله. وأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المكتبات، وأن تدعم هذه المكتبات بحيث تكون من الصغر حتى مراحل متقدمة إن شاء الله. أكيد هو الدعم الأكبر أكيد وجود معرض الكتاب السنوي طبعا لهذا العام، سيكون إن شاء الله ينطلق في 22 من فبراير. هكذا كنا معكم في المكتبة الرئيسية، ولكن مكتبة الصغار وهذه المعلومات الجميلة التي تأخذنا فيها الزميلة مريم الفارسية من خلال لقاءاتها مع هذه البراعم زينة المهرجان. إليك مباشرة مريم. شكرا لك زميل المتألق دائما بأحاديثك المتنوعة والمثرية المهري من أيضا السبلة الغنية بكل ما هو جديد وبكل ما هو مثري إلى قرية الأطفال وتحديدا في النادي الثقافي. كما عرفتكم مشاهدين الكرام أن نحن راح نكون في تغطية أيضا فعالية فريق رسالتي في الحياة، والتي تستهدف أيضا الصغار من الحلقة الأولى. للحديث أكثر عن التفاصيل المتنوعة هنا مع الفاضلة الأستاذة رايا أو ريا عفوا الأبروي، أهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا حبيبتي. سعداء جدا بأن نحن نشهد مثل هذه الفعاليات الداعمة للصغار وأيضا لتأسسهم على مبدأ فكري وأيضا مبدأ إبداعي. لو نتحدث في البداية عن فريق رسالتي في الحياة، عن فكرته وتأسيسه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا اللقاء. طبعا هذا الفريق تأسس منذ فترة وجيزة جدا،
تقريبا من شهر 11 احنا بدينا تاسيس هذا الفريق، وكان مؤسسه الاستاذه مريم اللمكيه والمساعد الاستاذ عمر العلوي من ينقل. طبعا احنا اعضاء ومجموعه اشخاص اسسنا هذا الفريق من جميع محافظات السلطنه، واحنا ناس موظفين اشخاص في عده دوائر حكوميه وقطاعات خاصه. ما شاء الله، يعني تنوع كبير مثلا في حتى الاعضاء المهمين فيه، ايضا هذا الشيء ينتج عنه اختلاف ونتاج متنوع في الفريق. لو ناتي اول شيء على اسم الفريق رسالتي في الحياه، لما اسمع هذا الاسم يعطيني بعد وعمق معين، ليش هذا الاسم بالتحديد؟ طبعا هو جاء هذا الاسم من نتاج جميع اعضاء الفريق، واتفقنا على اساس ان نختار هذا الاسم على اساس ان احنا كفريق ممكن نقدم اشياء كثيره لهذا الوطن المعطاء. جميل جدا، من الاشياء اللي ممكن تقدمونها والاشياء الكثيره اللي حابين نسمعها نحن عن اهدافكم والاعمال اللي تقدموها. طبعا باعتباره هو فريق تطوعي، المفروض احنا كفريق ندعم اولا ابنائنا الطلاب في المدارس. طبعا بدينا في الحلقه الاولى اللي هي كتاسيس لاي شيء او اي انسان تبي تاسسيه من بدايه نعومه اظافره. جميل جدا، وهذه احد الميزات اللي تحدثنا عنها في ظل مثلا تواجد مثلا ما شاء الله وفره كثيره في الفرق التطوعيه اللي تقدم ايضا في هذا المجال، فايش اللي ممكن انتم تبدعوا وتتميزوا فيه ايضا اكثر في هذا المجال التطوعي؟ طبعا احنا بدينا بعده برامج، كان من ضمن هذه البرامج كافتتاح لاول فعاليه لفريقنا في محافظه الظاهره في غرفه التجاره والصناعه. قدمنا اول شيء كيف اخطط لحياتي، كيف اعلم ابني او الطالب كيف يخطط في حياته للمستقبل. وطبعا هذه الفعالية استمرت لمدة 3 أيام، كانت في مدرسة إفداء، كان نقل نفس الموضوع اللي قدمنا في تجارة والصناعة ثم في مدرسة فلج السديريين، والآن نحن في مسقط العامرة. ما شاء الله على هذه الفعاليات المتنوعة اللي قدمتوها، يعني أكيد أنتوا يمكن بديتوا من فترة ما نقول بعيدة ولا هي قريبة، متى؟ بدينا شهر 11/2016 طبعا، فهي فتره وجيزه بس احنا نحس انجزنا انجاز كبير بصراحه. جميل، وانا اشهد ايضا التنوع في مختلف المحافل هنا في النادي الثقافي من خلال الاعمال والانشطه اللي تقدموها، ايش ممكن كيف لمستي يعني تفاعل الصغار واولياء الامور هنا؟ طبعا ما كنت متوقع ان احنا بنكون بهذا العدد الكبير اللي هيحضر هذا الملتقى اللي احنا مسوينه، رغم ان هذا الملتقى فيه اشياء متعدده كثيره لابنائنا الطلاب، وفي نفس الشيء للكبار كان عن اختبارات الذكاء، فرأيت بصراحه يعني نخبة كبيرة من الزوار حضروا في هذا الملتقى، وانا طبعا سعيدة جدا جدا بهذا الموضوع. وأنا أسعد كثير بأني أنا أيضا أشهد هذه المحافل المتنوعة اللي تعزز قدرات الطفل وتعزز إنجازاته. موزة مستمتعة هنا؟ نعم. تعلمتي أشياء كثيرة يا موزة؟ نعم. إيش شفتي؟ شفت مظاهر حلوة واجد ورسومات جميلة جدا ولوحات. جميل جدا، وأيضا شاهدت أنا تفاعل الصغار في مختلف هنا المواقع الجميلة. للتذكير أن هنا المعرض أيضا بالتعاون مع فريق دار الارتقاء للفنون من خلال الأعمال الخلفية اللي نحن نشوفها أيضا والمتنوعة. إذا من جو الصغار الجميل اللي أنا أعيشه هنا، عودة للاستديو ولنا أحاديث متجددة بإذن الله. شكرا لحديثك مريم الفارسي مع ضيفتك، وكان حديث يختص بالجانب المدرسي والطالب، وايضا لنا حديث اخر هنا في الاستوديو ايضا يختص بهذا الجانب فيما بعد. اثناء حديثك كانت الكاميرا تنقل نشاط احدى الفرق العمانيه، فرقه شموخ النجد المشاركه من ولايه اسكي. يعني اللي لفت انتباهي اثناء سماعي لحديثك مريم انه هذه المشاركه ما بين 3 أجيال من الكبار في السن، الشباب وايضا فئه الصغار، لمحة جدا جميلة. جميل، يعني النادي الثقافي لمساحته الجميلة في مهرجان مسقط ونشاطه إن كان في مقر النادي الثقافي في القرم أو في متنزه العامرات، وربما أيضا لهم نشاط آخر في متنزه النسيم، لكن هذه الورشة اللي بدأت اليوم وكانت الحديث عنها قبل شوية، ورشة الطفل المبدع،
هي من الاسم انك انت تحفز طفلك للإبداع. وبنتك الصغيرة للإبداع وتسميه الطفل المبدع أو المبتكر أو المكتشف، هذه بحد ذاتها نتوقع تعطيه طاقة إيجابية بأن يكون فعلا فيما بعد ودافع من الناس المبدعين، بس محتاج إلى حد يوجهه، محتاج إلى حتى الألعاب، وأنا متأكد اللي موجود الألعاب في متنزه العمارات أو في النسيم يلعب، لكن في الأخير أيضا يستفيد منها. يعني دائما الفكر يعني الطالب او الطفل يبدا بفكره، من خلال هذه الفكره صحيح. ان ولي الامر يدعمه ويزرع هذه الطاقه الايجابيه في يعني في نفسه، وبعد ذلك يبدا الطفل انه يتدرب ويطور من مهاراته من خلال هذه الفكره الايجابيه. نعم، نربط الاحزمه نربط على قولة واحد من اصحابنا، زين، ونروح وين؟ الى النسيم مباشره الى محمد سعدون. وهالمرة لا ذكرنا لا بالحواليس ولا بالداندان ولا سمعنا ميدان، حفظ هاك البيتين ونسانا. محمد سعدون، مساء الخير من جديد. يا مرحبا أستاذ خالد، وتحية لكم وتحية لكل من انضم لمشاهدة برنامج هلا مسقط. اللون اليوم مأثر من أمس، اللون موجود، فمساءكم سعيد مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية. نحن متواصلون لتغطية كل الفعاليات والمناشط، ولما نذكر التنوع لما نذكر التميز في كل الفعاليات نشاهد فعاليات تعليمية وترفيهية وثقافية واجتماعية في كل المجالات. يعني اللي يزور المهرجان سواء كان في الموقعين الرئيسيين النسيم والعامرات أو في المواقع المصاحبة لفعاليات مهرجان مسقط يجد كل ما يتمناه، يجد كل ما يحتاجه، يجد كل ما يبحث عنه. هذا هو مهرجان مسقط، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة لنحتفل بعمان. اليوم في حملة من طلاب تواجدوا في متنزه النسيم، عندهم حملة مميزة، وعلى فكرة هم معهم فترة أجازة هذا الأسبوع وعملوا حملة، يعني استغلوا الأجازة في عمل حملة، وهي حملة توعوية طبعا حول مقاومة المضادات الحيوية. راح نتعرف على هذه الحملة مع طبيبة في المستقبل بإذن الله، عفاف بنت راشد الحاتمية، هي مسؤولة حملة التوعية حول مقاومة المضادات الحيوية. مساء الخير عفاف. مساء النور سرور، اهلا وسهلا فيكم. انا ما شاء الله اشوف جهود كبيره وجباره منكم طلاب كليه عمان الطبيه، ما شاء الله. خلينا اولا نتحدث عن فكره الحمله، هذه الحمله التوعويه، ايش هي الفكره؟ فكره الحمله التوعويه جاءت بعد ما صنفت منظمه الصحه العالميه مشكله مقاومه المضادات الحيويه احد اهم واعظم المشاكل في الوقت الحالي، فجاءت الفكره على ان احنا نرفع وعي الناس حول هذه المشكله، نقيس مدى وعيهم في استخدام المضادات الحيويه. اذا المضادات الحيويه تم تصنيفها كاعظم شيء ممكن ياثر فعلا. زين الان يعني من خلال هذه الحمله يعني انتم تقولوا للناس لا تستخدموا المضادات او في شيء اخر؟ لا، احنا نريد نوصل للناس ان استخدم المضاد الحيوي بطريقه صحيحه. سوء استخدام المضاد الحيوي والممارسات الخاطئه هي احد اسباب تفاقم هذه المشكله. طيب انا اقول لك دكتوره من الان. طيب خلينا نتحدث عن الاركان الموجوده هنا، يعني انا ما شاء الله اشوف مجموعه اركان، ايضا خليتوا للاراء والاستفسارات جانب، هناك ايضا ابحاث، وهناك ايضا تعرف على المضادات الحيويه بانواعها واشكالها من خلال وجود المجهر. خلينا نتعرف الاركان الموجوده معكم اليوم. طبعا الحمله فيها محطات توعويه تشرح مشكله مقاومه المضادات الحيويه، اسبابها وكيفيه انتشارها عن طريق بعض الصور اللي توضح للناس المشكله. ايضا في عندنا عينات مجهريه لاكثر انواع البكتيريا شيوعا وعينات عينيه، كذلك في عينات عينيه لاكثر انواع المضادات الحيويه استخداما. في عندنا ركن البحث اللي هو طبقنا فيه استبيان من منظمة الصحة العالمية، نقيس فيه مدى وعي المجتمع العماني في استخدام المضادات الحيوية ومدى وعيه بمشكلة مقاومة المضادات الحيوية. أيضا في عندنا ركن يعلم الناس كيفية وقاية ذاتية من بعض الأمراض العادية، كذلك أيضا عندنا ركن اللي هو لآراء الناس حول الحملة، لأنه بآراء الناس نستفيد ونطور من نفسنا، خاصة أن هذه الحملة مستمرة يعني معنا. أيضا الطفل له جانب كذا خاص
خلينا نتحدث عن جانب الطفل، انا اشوف كذا رسومات ما شاء الله عليهم يرسموا وكذا، ايش الرساله اللي حبيتوا توصلوها للطفل من خلال هذه الحمله؟ احنا حابين انه يكون في عندنا ركن توعوي تثقيفي للطفل، لكن بطريقه ممتعه للاطفال، نعلمهم فيها كيف يتعاملوا مع المضادات الحيويه ومع الادويه بشكل عام، مع نزلات البرد البسيطه، كيف يوصلوا ايديهم بطريقه صحيحه، كيف يعني من خلال بعض القصص التوعويه والرسومات التعليميه. جميل، ايضا تعرضوا ماده فيلميه للزوار، ممكن ايش اشوفه من خلال هذه الماده؟ احنا نعرض في هذه الماده الفيلميه اللي هي الممارسات الخاطئه في استخدام المضادات الحيويه. الممارسات الخاطئه اللي هي عدم اكمال الفتره المحدده للمضاد الحيوي، او احيانا استخدام المضاد الحيوي بدون وصفه طبيه، احيانا ايضا استعمال مضاد حيوي لفتره سابقه، يعني كان وصف الطبيب لمره سابقه، بعد اذا اصبت بنفس المرض استخدم نفس المضاد الحيوي وهذا خاطئ، او استخدم مضاد حيوي لاحد من اقاربي او اصدقائي واخوتي، ايضا هذا هو. يعني مثلا لو واحد يكون اصيب بوعكه صحيه واستخدم هذا المضاد، بعد فترة ترجع له نفس المرض ونفس ويستخدم نفس المضاد، هذا خاطئ. هذا خاطئ، المفروض انه هو كل ما تكررت وعكه يرجع للدكتور مرة ثانية، لازم يستخدم مضاد الحيوي بوصفة طبية، أيضا يكمل المدة المحددة للمضاد الحيوي، يعني أحيانا نحن كل مضاد حيوي 3 أيام أو 5 أيام، الناس أول ما تشعر بتحسن توقف استعمال المضاد الحيوي وهذا خاطئ، سبب هذه المشكلة هي مقاومة المضادات الحيوية. عفاف، متى بدأت هذه الحملة؟ بدأت الحملة تقريبا من شهر تقريبا، بدأنا فيها في صحار، شملت الحملة تقريبا 700 زائر في حديقة صحار، نفس الشيء كان في محطات توعوية وتعليمية حول هذه الحملة، حملة أيضا مستمرة إن شاء الله، عندنا بعض الحملات التوعوية، طبعا الحملة تشمل 3 جوانب اللي هو جانب التوعوي اللي هو قمنا فيه حملة في صحار وحملة اليوم وحملة إن شاء الله في الأفنيوز مول، أيضا عندنا الجانب البحثي اللي هو نحاول نطبق نشوف عينة من المجتمع العماني ونقيس مدى وعيهم في استخدام المضادات الحيوية ومدى معرفتهم بمشكلة المضادات الحيوية. أيضا في جانب وسائل التواصل الاجتماعي حاولنا نفعل وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بعض المواد الفيلمية المعروضة، بعض البوسترات، بعض التغريدات اللي هي شأنها هاشتاجات عشان الناس تتفاعل معنا حول هذا الموضوع. أيضا في رسائل كثيرة، اليوم يوم واحد فقط هنا؟ أيوة، اليوم واحد من الساعة 5 لحد الساعة 10 مساء بإذن الله. استمرين إلين بعد الساعة 10. شكرا عفاف بنت راشد الحاتمية، مسؤولة الحملة التوعوية اللي كانت حول مقاومة المضادات الحيوية، شكرا لك عفوا. العفو، شكرا جزيلا. إذن هكذا مشاهدينا الكرام تعرفنا على هذه الحملة، وبأمانة يعني موضوع مهم وفي إقبال كبير وفي حضور هنا في متنزه النسيم لهذه الحملة، والكل يهتم بصحته وهذا شيء ضروري ومهم جدا للجميع. هنا في متنزه النسيم طبعا هذه الحملة اليوم واحد فقط، للي سامعنا واللي شاهدنا وقريب في وقت تتعرف على هذه الحملة، هناك أيضا فعاليات مختلفة في متنزه النسيم، فعاليات مستمرة أيضا، غدا بإذن الله هناك حفلة للوسمي على المسرح الرئيسي راح تكون في تمام 9 بإذن الله، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات المستمرة واللي تشهد إقبال كبير يوم عن يوم آخر، اللي ما وصل المهرجان وما زار المهرجان إلى حق باقي 3 أيام. على مسقط على الهواء مباشرة حتى 10، فابقوا معنا.
لنحتفل بعمان. تابعنا قبل شوي صور تعكس مشاهد بالاحتفال بعمان، التقطت هنا حصريا من مواقع المهرجان سواء في العامرات أو النسيم، واللي التقطها المصور المبدع خالد الخروصي. شكرا لك كل التقدير، ودائما ما تستمروا بهذا الإبداع. عموما متابعينا، أيضا كل الشكر والتقدير لمحمد سعدون وأيضا ضيفته، هذه اجتهادات جميلة. سبق وذكرنا أنه أيضا الجانب التوعوي متواجد في فعاليات المهرجان، ومن خلال اجتهادات الطلاب من الجامعات والكليات شهدنا ولمسنا هذه الاجتهادات الجميلة وجهود حقيقة واضحة في للأعيان في مواقع المهرجان. تمام، يعني جيد أن في هناك يعني وعي عند الناس بشكل جميل. الأجمل أن في مجموعة من الطلاب ومجموعة من الطلاب المتخصصين يقوموا بدورهم وواجبهم اتجاه مجتمعهم من خلال هذه الحملات الخاصة بالتوعية. عندنا حملة أخرى أو نشاط آخر وأيضا لمدة يوم، وموجه هذه المرة للطلاب والطالبات، وجهد أيضا جميل من مجلس الآباء بمدرسة الحارث بن خالد للتعليم الأساسي. ومعنا الأستاذ خلفان بن سالم الصارمي، هو رئيس مجلس الآباء بمدرسة الحارث بن خالد للتعليم الأساسي ونائب رئيس مجلس الآباء والأمهات على مستوى ولاية العامرات، وعندهم نشاط بس لمدة يوم، وهذا النشاط متواجد في مسرح القرية التراثية. أهلا وسهلا بك الأستاذ خلفان بن سالم الصارمي. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. مرحبا أستاذ خلفان. مرحبا بك أستاذ خالد. جيتوا على الأيام الأخيرة، ومع الأيام اللي أتوقع خلاص ما تبقى من الإجازة الخاصة بطلابنا وطالباتنا إلا يومين أو ثلاثة أيام، لأن يوم الأحد القادم إن شاء الله يبدأ الدوام من جديد. ليش اختياركم للتوقيت وللعامرات وللموضوع أيضا المطروح؟ ختامها مسك. تمام، في ذلك فليتنافس المتنافس. الله. نعم. هذا المشاركه، احنا بالنسبه للمشاركه اخترنا اواخر ايام المهرجان لانه ما بغينا نضيع على الطلاب اجازتهم الفتريه بين الفصلين. تمام، فاخر الايام تكون نوعا ما مقبوله ان الطلاب بامكانهم يبدعوا في هذا الجانب. على ايش ركزتوا؟ خلينا الان من خلالك نزور جناحكم، نتعرف على بعض التفاصيل، ونتعرف أيضا على الركن ويخدم أي فئة، يعني الطلاب من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. هل أنتم مستهدفين فئة معينة بعينها؟ جميع الطلاب. جميع الطلاب. تمام. من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. كيف؟ وضح لي. مدارس الولاية تزخر بكوادر شابة وإبداعات معروف مدفونة. فعاليتنا عبارة عن شقين، معرض ثابت ومسرح على خشبة المسرح. أي. المعرض الثابت عبارة عن صور ورسومات وإعادة تدوير بعض المخلفات. حلو، هذه كلها من نتاج الطلاب والطالبات. هذه نعم. اخترنا أيضا اللي يمثلوا مدارس ولاية العمرات عبارة عن 6 مدارس بين الذكور والإناث. والإناث. نعم. نعم. يعني ركزتم على قدراتهم، مهاراتهم، مواهبهم. هل في مواهب أخرى؟ يعني مثلاً بما أنه هذه الفعالية في مسرح القرية التراثية، توقع أنه في مواهب تقدم من قبل. نعم. الطلاب. مثل إيش هذه المواهب؟ إلقاء القصائد. نعم. عندنا مهارات في إلقاء القصائد. عندنا مهارات في الإنشاد، الحنجرة الذهبية نطلق عليهم أصحاب الحنجرة الذهبية. حلو. عندنا مهارات في المسرح. يعني اليوم اللي يقدموا المسرح طلاب صف الأول الابتدائي. مسرحية سميناها نستمع لنصيحة من الأبناء. أبي لا تترك المكان فاضي، لا أبي لا تترك المكان إلا نظيفا. الله. على النظافة. طيب، معظم الآن اللي ذكرته ربما متواجد عند طلابنا وطالباتنا في مدارسهم، يعني الآن قضية الإنشاد موجود في المدارس، المسرح موجود، الإذاعة المدرسية موجودة وهكذا، لكن حبيتوا تشاركون في مهرجان، المهرجان يختلف نوعا ما، هل رسالتكم مرة ثانية مختلفة؟ هل ما يقدم في المدارس يختلف عن ما يقدم اليوم الطالب على خشبة مسرح؟ اليوم ما طلاب اللي يشوفون أو معلمين، اليوم مختلف الفئات، مختلف الزوار يتابعونهم. هذا الهدف من الـ من الـ من الـ من المناسبة ومن المشروع، هذا الهدف. إنه في المدرسة المعلمين والطلاب هم الذي يشوفوا هذه الفعاليات. صحيح. هذه الإبداعات. لكن لما نخرج للمجتمع
فالمجتمع هو الذي يشاهد. نعم، نريد أن نشارك المجتمع بإبداعات طلابنا، يشوف المجتمع هذه المدارس ماذا ستنتج كنوع من التقييم والتشجيع والتحفيز في نفس الوقت اللي يحتاجونه أولادنا وبناتنا. صحيح، وأيضا المدارس عندها، داخل المدارس عندهم برامج لتحفيز الطلاب وعندهم برامج لترفع مستوى التحصيل الدراسي. صحيح. أيضا بدورنا احنا كمجلس الولاية نبرز هذه البرامج لأولياء الأمور. فالمهرجان فرصة، لأن المهرجان يرتاده الجميع، الصغير الكبير، الوافد المقيم المواطن. هذه الفعالية اليوم واحد وانطلقت قبل قليل، كيف شفتم التفاعل من قبل الجمهور وأيضا الطلبة بما أنكم مستهدفينهم؟ التفاعل كبير جدا. نعم. وحقيقة يعني بداية الأمر ارتبكنا، لأنه حضور فاق التوقعات، حضور كبير جميل، يعني حتى الممر اللي أمام المسرح كان مليان كنا نشعر بالخجل أنه ضيوفنا ما قدرنا نخليهم يجلسوا على الكراسي. حضور جميل وتفاعل رائع من الطلاب، وايضا احتفاء بالطلاب اساسا. صحيح، نوع نعم. من الاحتفاء بالمواهب، وهذا جميل حقيقة. فايضا ابونا طلاب كان عندهم رغبه بالمشاركه من خارج الولايه. من خارج الولايه. انتم الان محصوره مشاركتكم فقط بمدارس ولايه العامره. نعم نعم. وهذه المشاركات كان محضر لها من قبل يعني؟ نعم، لانه المدارس يعني المدارس على طوال العام عندها برامج. صحيح. وعندها انشطه. المجلس على مستوى الولاية أيضا عنده برامج وعنده شطة وعنده خطة سنوية، فهذا المهرجان من ضمن الخطة السنوية للمجلس. خروج نشاط مدرسي إلى مهرجان، وذكرت لي أن فيه كان تفاعل كبير من أولياء الأمور، ما شرط من ولاية العامرات أو أولياء أمور الطلاب، لا، الآخرين أيضا للاحتفاء وتشجيعهم. نعم. هذه نقطة هامة، بس ذكرت لي أولياء الأمور، هل عندكم، أنا أتكلم عن العامرات وأتكلم على مستوى مدارسنا على مستوى السلطنة، في إشكالية، وأنت رئيس مجلس الآباء في هذه المدرسة. نعم. في إشكالية في عدم تواصل أولياء الأمور مع المدرسة وأيضا ربما اكتشاف وتشجيع أبنائهم وبناتهم؟ بالنسبة للإشكالية التواصل، نعم إشكالية، لأن ولي الأمر أو المنزل شريك في العملية التربوية، في العملية التعليمية. صحيح. شريك. فيتحمل جزء أكبر، يعني الطالب في المدرسة 8 ساعات بينما باقي اليوم موجود في المنزل. قد يكون هذا ولي الأمر بحكم انشغاله، بحكم الالتزامات، بعيد عن مواهب ابنه. فإحنا حضورنا اليوم نقول له يا ولي أمر، تقرب المسافات. نعم، إحنا وأنت ولي أمر وأنت رئيس مجلس الآباء في هذه المدرسة، أنا أطلب منك أن فعلا تقرب هذه المسافات، وهذه رسالة للجميع، نحن نقترب من أولادنا ونقترب من بناتنا، والمبدع منهم نحفزه، والمكتشف منهم أيضا نكتشف موهبته، لأن هذولا فعلا اليوم موهبة لكن بكرة بيكون مبدع. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. ما بقول الدعوة عامة لأن أتوقع خلاص بعد شوية بتخلصون أنتو. نعم. لكن اكتشاف مواهب أولادنا وبناتنا في المدارس، في مختلف المدارس. نعم. موجودين. أستاذ خلفان بن سالم الصارمي، رئيس مجلس الآباء بمدرسة الحارث بن خالد للتعليم الأساسي، ونائب رئيس مجلس الآباء والأمهات على مستوى ولاية العامرات، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جزيلا. توفيق إن شاء الله. صحة والعافية. شكرا. إذن متابعينا، من هذا الحديث متواصلين معكم، فاصل وبعدها لنا عودة. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وكما تشاهدون كذا احنا اليوم متواجدين في ركن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هنا من متنزه العامرات، وجميل أن تكون هذه المؤسسات حاضرة هنا في مهرجان مسقط، ومعنا إحدى المؤسسات الصغيرة. نتعرف أكثر على هذه المؤسسة من خلال جولتنا، فتابعونا. Thank you.
معنا خالد بن سعيد الهنائي صاحب مؤسسة العربية للتوابل والأغذية، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير والسرور. أستاذ خالد، خبرنا أكثر عن المعروضات والتوابل الموجودة هنا في هذه المؤسسة. نحن في مؤسسنا يعني نعرض منتجاتنا اللي هي عبارة عن توابل عمانية وأنواع ونكهات خلطات من الشاي، وكذلك القهوة بأنواعها، القهوة العمانية والعربية والعالمية أيضا. خبرنا أكثر عن أنواع التوابل الموجودة. عندنا مجموعة من التوابل حاليا تقريبا من 10 إلى 14 صنف من خلطات التوابل، ما بين التوابل العمانية اللي هي مثل توابل المشاكيك والقابولي والتوابل الخاصة بالمطبخ العماني بحوالي 7 أو 8 أصناف. عندنا توابل أيضا عربية وتوابل عالمية، عندنا من المملكة العربية السعودية توابل الكبسة، عندنا توابل البحرينية، توابل الهندية، وكذلك بعض أنواع التوابل اللي من جنوب أفريقيا. جميل. تخبرنا أكثر عن أنواع الشاي الموجود في هذه المؤسسة. طبعا الشاي نحن عندنا يعني هذا منتج جديد فقط عمره تقريبا في حدود السنة، وعندنا مجموعة كبيرة من بدينا بمجموعة كبيرة من الشاي، لكن أبرزها وأقواها حاليا في السوق اللي هو شاي اللبان. هذا منتج جديد والحمد لله إقبال عليه جيد جدا في السوق. عندنا أيضا كذلك شاي العدني أو شاي المسالة يستخدم ما يسمى شاي الكرك. عندنا أيضا شاي اللي هو المغربي بالزعفران، عندنا شاي البابونك، عندنا شاي مفيد لمن يعانون من السكر أو الضغط عندهم الكوليسترول، يفيد في أنه يعني ما يرفع هذه الأشياء. هل هذه الصناعة منزلية أم ماذا؟ تخبرنا أكثر. هذه الصناعة نحن نقوم بنقلها من المنزل إلى المعمل، أي بمعنى أن نحن نبدأ بابتكار الخلطات، بابتكار التوابل أو الشاي سواء كان أو حتى القهوة، بتصنيعها وتجربتها في البيت لحد ما نوصل نستقر على يعني الخلطة خلطة محددة ونستقر على المواصفات هذه، وبعد ما نبدأ بتسويقها أو تجربتها على الأسرة وعلى المحيطين والأصدقاء والناس اللي نعرفهم ونستقر عليها، ننقلها إلى المعمل، حيث أن الشركة العربية للتوابل الأغذية تملك معمل لتصنيع وتعبية التوابل. جميل جميل. هل هناك تعاون بين المؤسسات وهل هناك مؤسسات داعمة لهذه الشركة؟ طبعا الشركة يعني ولدت بدعم من صندوق الرفد وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم أستاذ خالد، هل هناك إقبال من الزوار، زوار مهرجان مسقط، سواء من المواطنين العمانيين أو من المقيمين؟ حقيقة الإقبال جيد جدا، نحن وزبائننا من مختلف الجنسيات، العمانيين والوافدين سواء كان المقيمين أو حتى السواح، ويقبلوا أكثر ما يقبلوا على المنتج العماني ذو الصبغة العمانية، خصوصا شاي اللبان مثلا، لأنه منتج جديد أول مرة ينزل السوق ومنتج يعني ذو نكهة عمانية خالصة، فإقبالهم أكثر ما إقبالهم على يعني حتى اليوم نحن ما بقى عندنا، انتهى كل شاي اللبان، انتهى بالمرة من قبل ساعة تقريبا. هذه كانت أبرز المعلومات مشاهدينا الكرام عن مؤسسة العربية للتوابل والأغذية، حيث يوجد العديد من الأصناف من الشاي والقهوة والتوابل العمانية من هنا من هذه المؤسسة، وجميل أن تكون هذه المنتجات العمانية حاضرة هنا من متنزه العامرات. معا لنحتفل بعمان.
بلاد الخير يعمل. هوا بذكر النبي خير البشر مبعوث من لبة مضر يشفع لنا يوم الحشر يوم الفصل والنازعات. من أرض يزكي يا كرام أرض الفخر والطايلات. هوا برض الفخر حازت مكان من فضل السلطان الزمان فيها مشاريع الضمان ومدارس ومستشفيات. مساءاتكم مساءات خير، مساءاتكم مساءات فرح، مساءاتكم مساءات تنوع أيضا في الفعاليات المختلفة. فن العازي، هذا الفن الجميل الذي سمعنا وشاهدنا من خلال هلا مسقط، هو من الفنون والمرتكزات الفنية القوية هنا في السلطنة. هذا الفن الذي يؤدى في كثير من المناسبات المختلفة، وربما أيضا ارتبط في الذاكرة العمانية من خلال الأعياد، أعياد الوطنية أيضا والمناسبات المختلفة. تؤدي فرقة شموخ المجد من هناك من محافظة الداخلية وتحديدا ولاية إزكي، والتي من خلالها أيضا اليوم يكون ضيفي أيضا في هذه السبلة، سبلة المهرجان، الفاضل ناصر بن عواد بن ناصر التوبي، عضو المجلس البلدي ممثل ولاية إزكي. مساء الخير سيد ناصر. مساكم الله بالخير جميعا، ونشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الجميلة ومع هذه الوجوه الطيبة. ما شاء الله عليكم، ونحن حقيقة سعيدين بكم جدا جدا. شكرا إن شاء الله عند حسن ظنكم. إن شاء الله تكون لقاء إن شاء الله جميل وممتع. أيضا يسعدني أن يكون معي الأستاذ عبد الله بن حبيب الهادي، عضو المجلس البلدي ممثل ولاية العبر. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء نور الأخ محمد، حياكم الله، كيف حالك؟ بخير، حياكم الله يا مرحبا. بداية نشكركم على هذه الاستضافة ونشكر تلفزيون سلطنة عمان، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. إذا نبدأ مع الأستاذ ناصر. أستاذ ناصر، جميل أيضا في هذا المساء أن تكونوا أيضا مشاركين من خلال فرق فنون شعبية تشارك في مهرجان مسقط. أنت اليوم عضو مجلس بلدي أيضا المسؤول، المسؤولية المباشرة ربما أيضا مع كثير من المسؤولين في الولاية عن الحفاظ عن هذا الموروث. كيف نستطيع أو كيف تستطيع المجالس البلدية الحفاظ على التراث العماني؟ حقيقة في بداية الحديث أتقدم لك بهذا الشكر على هذا السؤال الوجيز والسؤال الطيب. حقيقة المجالس البلدية من ناحية التراث، التراث ما زال يعني ما شاء الله عليهم قائمين بالواجب على التراث هذا، وكذلك شباب الولاية يعني قائمين بواجبهم في ترميم التراثيات والاعتماد عليها وعدم الغياب عنها والتمسك بها تمسك تماما، بدليل انكم مشاركين في المهرجان، مشاركين في المهرجانات ويعرفوا كيف طريقه التراث القوم في الولايه. وولايه إزكي هي احد الولايات السلطنه بالداخليه تتميز ببعض من التراثيات مثل الافلاق والقلاع، وكذلك هناك عندنا كهف اسمه كهف قرنان. فمجالس البلدية هي قائمة بواجبها، سواء كان على الأماكن التي تحمي أيضا التراث ربما نقول غير المادي، الحفاظ على الكهوف والحفاظ أيضا على كثير من الفعاليات الثقافية التراثية. نعم. طيب، طيب أستاذ ناصر، اليوم أنتم أيضا مكلفين أو مسؤولين عن الانتعاش الاقتصادي ربما نقول في الولاية. اليوم مشاركة هذه الفرق الشعبية بالتراث وأيضا وجود شباب، شباب مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الولاية، كيف ما هي خطتكم أيضا كمجلس بلدي لدعم الشباب أيضا المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الولاية؟ والله من خلال هذه المهرجانات اللي تقام، مشاركاتهم وفعالياتهم على حسن الولايات من خلال إيجاد منافذ تسويقي مستمر لهم. حقيقة هنا نلتمس كل تعاون وكل تساعد في هذا الموضوع، وبارك الله فيك. مشاركين في العازي أستاذ ناصر اليوم؟ فن العازي، نعم، ولاية إزكي عندها فن عازي، وبنفسي أنا كمتحدث عندك صاحب فن عازي عندي موجود، وإذا أردت أنا أسمعك بعض من الأبيات. ما نختم معاك بشيء، إذا نتحول. أهلا وسهلا. أكيد، شكرا أستاذ ناصر. نتحول أستاذ عبد الله. الأستاذ عبد الله بن حبيب الهادي، عضو مجلس بلدي ممثل ولاية العامرات. مشاهدينا الكرام، عندما نذكر ولاية العامرات نتذكر دائما مباشرة أو ربما مباشرة يعني يسري إلى البال والذهن مهرجان مسقط. مهرجان مسقط يقام
في متنزل عامرات هنا في ولاية العامرات. هذه الولاية ربما من خلال ما نسمعه دائما في القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف مهرجان مسقط في العامرات، هذه الولاية تفاصيلها، أهم المقومات السياحية، ما هو الأثر الاقتصادي لإقامة هذا المهرجان على مستوى الولاية، هذا كله إن شاء الله سنناقشه من خلال الأستاذ عبد الله. بداية أستاذ عبد الله، أبرز مقومات ولاية العامرات السياحية أو ماذا يوجد في العامرات؟ ولاية العامرات تتمثل بمناظر طبيعية منها محميات الحيوانات والأفلاق أنتم عندكم محمية السرين؟ نعم، محمية السرين. نعم. والآبار والأفلاق والمزارع والأقمار الصناعية عندنا يعني تأسست من 1977. نعم يعني نعم تفضل. مرجع سياحي. إيش أهم أيضا الأماكن السياحية الأخرى، يعني الأفلاج أيضا عندكم، أيضا أودية جميلة، أهم نعم. القرى أستاذ عبد الله، أهم القرى عندكم، القرى القرى اللي هي بعض القرى اللي تشتهر بالأفلاج القديمة، مثل قرية الحاجر، منطقة الحاجر، قرية حيم، عندك العامرات، عندنا العمرات. أيضا قرية نعم. المحج، وهي مكان الفعالية نعم الآن. مكان الفعالية المهرجان هنا الآن نحن الآن في قرية المحج. نعم، في قرية المحج. أيضا أستاذ عبد الله، من اللي ما زار تونس كدولة أيضا، تونس الخضراء إلى نعم. يستطيع أن يزور أيضا قرية تونس يعني نعم عبد. قرية تونس تفضلوا في أي وقت، يعني قرية تونس نعم إلى نعم. قرية تونس وكثير من تشتهر أيضا بالأفلاق ومقومات سياحية قديمة وزراعية أيضا. وزراعة زراعية نعم. طيب أستاذ عبد الله، نتحدث اليوم عن مهرجان مسقط. نعم. مهرجان مسقط يقام في الولاية، لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه ألا أن تستفيد، يعني يجب أن تستفيد هذه الولاية من خلال إقامة هذا المهرجان. ما هي الاستفادة أو الانعكاس الاقتصادي نعم. لولاية العامرات من خلال إقامة مهرجان مسقط؟ مهرجان مسقط العائد منه كتجاري، العائد التجاري واستفادة ذوي الدخل المحدود من مشاركة المؤسسات المهرجان والجمعيات، صحيح، جمعيات المرأة والمشاركين أيضا، حتى المشاركين الفرق. نعم صحيح. نعم صحيح. عندك الآن اللي هو الأراضي صار فيها استعمار ما شاء الله، يعني عمران سريع أكيد. نعم. من ناحية التجاري والصناعي نعم أكيد. قصدك تعمير. تعمير طبعا صار فيه تعمير فعلا، لأن ولاية نعم. العامرات قربها أيضا من مسقط نعم. فتجد كثير أيضا من الناس يسكنون لأنه قريب أيضا من أماكن نعم. دوامهم. طيب أستاذ عبد الله، ولاية العامرات أيضا تعتبر من الولايات القريبة إلى مسقط نعم. وبالتالي نهلت أكيد من منجزات النهضة فيما يتعلق بالنواحي أيضا التعليم والصحية فيها نعم. طبعا جوانب صحية فيها ايضا الحمد لله، فيها كثير من المدارس. اليوم ايضا مدارس ولايه العامرات مشاركه بمهرجان مسقط. نعم نعم الحمد لله، اليوم مشاركين بالفعل 22 مدرسه، 22 مدرسه من ولايه العامرات تمثلها 6 مدارس تقريبا. نعم. تقريبا. طيب استاذ عبد الله، سؤالنا الاخير لك، على المستوى الشخصي، انت كعضو مجلس بلدي نعم. ومرتبط ايضا بالبلديه، وين تجد نفسك في المهرجان؟ زواياك الخاصه اذا دخلت المهرجان وين تروح؟ والله أنا أحب ألف على جميع الزوايا في المهرجان، وما شاء الله يعني الجهود المبذولة من قبل بلدية مسقط، وأنتم جزاكم الله خير الإعلام، التغطية اليومية للفعاليات. نعم. إذا أستاذ عبد الله جزاك الله ألف خير. طبعا لو كان عندك عازي كان خذينا منك عازي نعم. لكن الظاهر الأستاذ ناصر مجهز لنا شيء. شكرا أستاذ عبد الله، ونلتقي إن شاء الله دائما على خير، وتبقى العامرات هي الحاضن أكيد، ونتمنى دائما جزاكم الله خير أن يكون هناك ولله الحمد نعم. نوع من التبادل أيضا هكذا بين الولاية وبين أيضا ما تزخر به السلطنة من كثير من القومات السياحية. شكرا لكم. شكرا. إذا نختم بالعازي، زين نختم بالعازي. أنتوا اتفقتوا إنه أستاذ ناصر هو اللي بيقول العازي. أستاذ ناصر تكلمنا. تفضل زين تشريف. تكلمنا عن المجلس البلدية، وتكلمنا عن دعم أيضا الشباب، وتكلمنا عن روما يعني إطلالة سياحية جميلة على ولايتي إزكي نعم. والعامرات، وهي ولايتين في جيد هذا البلد من 61 قلادة عمانية جميلة. أستاذ نعم. ناصر نختم بالعازيزين، نسمع أنت اللي خبرتنا، نحن ما طلبنا العازي موجود، نسمع بيتين على الأقل، شيء بسيط من الألفية قديم، شيء بسيط بس مختصر يعني، ولا تبغى يعني فن عازي جديد وطني؟ وطني أحسن، لأنه لو قلنا الألف مضطرين نكمل 28 حرف يعني ومع
عندنا تفضل نعمل لكم اياه بلحن ولا باللحن باللحن مختصر بسيط تفضل سناسة. بسميت وانضمت المثل ونقدد العهد الأقل خابوا وش قصدي والأمل اسمه اقتبس نور عمان ملك لله هي وبالبو سعيدي الأصل رافع عمان بين الدول صبحت عروسة في المثل شيد لها سمعة وشان والملك لله هواب شيد لها سمعة وباع وعبر محيط بلا شراع وسلم قابوس لي شال القناع عنها وحملها الله. في الحضان هاي وابنالت عمان رعايته والشعب لبى حاجته قدد عصور الفائته متغيره بصرف الزمان هاي واب متغيره بصرف الدهر مثل ابو بكر وعمر الله سامي بعقله والفكر راعي وفي قلبه حنان هي وبراعي ولو قلب رحوم تابع تواريخ ورسوم تلقى عطايا والنجوم متصدرة صحف البيان أحسنت والملك لله يدوم أحسنت أكيد تتصدر صحف البيان أكيد هذه المنجزات الحاضرة هنا في السلطنة من خلال مجالات التنمية المختلفة تدل دلالة أكيد على هذه الرعاية السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضر صاحب الجلالة السلطان المعظم تدل أيضا دلالة على قيادة حكيمة لما تزغر به السلطنة أيضا من مكنونات والحفاظ على هذه الهوية العمانية في الداخل والعلاقات أيضا الخارجية أن أصبحت السلطنة هي رسول السلام في كثير من المحافل المختلفة. الأستاذ ناصر بن عواد بن ناصر التوبي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية يزكي والشاعر أيضا شكرا جزيلا لك. الله يخليكم ومشكورين على هذه الاستضافة. شكرا وتشرفنا جزاكم الله خير بالعكس ما لك قصور. ونشكر زميلنا الأخ العزيز شكرا الله يجمعنا على خير. ونشكر أيضا الأستاذ عبد الله الأستاذ عبد الله بن حبيب الهادي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية العمرات شكرا لك جزيلا ونتمنى نلتقي في مناسبات قادمة. شكرا لكم ونشكركم على نحن ما استضفناكم أنتم تستضيفونا هنا في العمرات شكرا أستاذ عبد الله الحسن. هذه ولايتكم أكيد هنا في أي وقت أحسن زاك الله خير. إذن هكذا مشاهدين الكرام كنا معكم في زاوية جديدة ومشهد من مشاهد سبلة المهرجان من خلال هذه الإطلالة على التراث والفنون والحضارة وهكذا ختم الأستاذ ناصر بهذه الحكاية الوطنية في فن العازي والحديث عن هذا الرجل الباني ابن عمان البار مولانا المعظم. هكذا كنا معكم في سبلة المهرجان ولكن سبلة فعاليات المهرجان من خلال هذه السلة اليومية كما يقول أبو محمد مجلة المصورة لا زالت تقلب صفحاتها إليهم لنتعرف على الصفحة التي قلبت في هذا المساء مباشرة إلى الاستوديو. مشكور محمد المهري وصلنا معك ومع المشاهدين إلى الصفحة الأخيرة زاهي بالخنجر كعادتك وجميل بضيوفك والرائع الختام بالعازي الفن العماني الراقي الرائع من هذه الفرقة الجميلة اللي جاتنا من إزكي وحلاوتهم واصلة إلى الاستوديو من خلال شكرا جزيلا لفرقة شموخ المجد للفنون الشعبية بولاية إزكي حلوة كعادة أهل عمان هذه هي هديتهم دائما واللبان والبقور الجميل. طواف عمان اللي ينتظر كثير من الناس إن شاء الله الأسبوع القادم في مؤتمر صاحبي بيكون يوم الاثنين القادم 13 من فبراير الوسمي هذا الفنان الجميل بتكون له أمسية مع جمهور إن شاء الله يوم الخميس 9 فبراير مع ألبوم الجديد شلات الوسمي الساعة 9:30 بمتنزه النسيم العام. إذا في شيء تذكريه عشان نذكر الناس نختم مع المشاهدين على أمل بكرة إن شاء الله نقلب صفحات جديدة من خلال مجلتنا التلفزيونية المصورة هلا مسقط. إلى اللقاء.
وأيضا يوجد فعالية أخرى يحيي كل من الفنان يوسف السعدي والفنان عبيد النوفلي يوم الجمعة تاريخ 10 فبراير جلسة سمر بمتنزه العامرات الساعة 9 وحتى الساعة 11:45 بالمسرح الرئيسي بمتنزه العامرات. وطبعا هذه دعوة موجهة من طاقم عمل هلا مسقط لحضور هذه الجلسة. وصلنا للحظات الأخيرة في حلقتنا لليوم وفي هذا التطواف في مهرجان مسقط، ولنحتفل بعمان دائما وأبدا، وإلى اللقاء.